سوري، هذه مدينة. مدينة بالفعاليات. أوكيلات، فلة. مصابح. يا جماعة الخير فلة. اليوم حتاعين أنا حضبطك. اليوم عندي إيه وفي أكل. لا 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 لا. بس هتاكل زيي. ما هاكل زيي. لا 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 لا. اليوم لا لا لا. أنت هتاكل زيي. خلينا نروح. دعين هذه لقمة. هذا دوب انا دوب انا بدي دوب انا دوب ما في دقيقه لازم عشان الطاقه في طاقه في لا, لا انا احتاج عبي طاقه خلينا نبدا بسم الله ايش رايكم بالغرفه اي غرفه البلا البلا ايوه في البلا يعني. كنا بنبلبط انا وحسين هنا قبل شوي مسبح و... شهر عسل هنا بسم الله الرحمن الرحيم شهر عسل ايه تسوق امه مو معاك انت وجه العنز مو وجه العنز وجه العنز وجه العنز مره مو شهر عسل يا جماعه الخير بس تقدر تخليها شهر عسل عادي بسم الله الرحمن الرحيم اتس طمجه تايم انا بصراحه حخش في باب الوفد انا عايز البروتين اول شوف الصراحه في هوتيلات كثير يعني انا ما بنزل في الهوتيلات بس ما يهتموا في الفطور وفي الاكل حقهم يعني انا عاده ما اطلب بيض وسجق وكده في اماكن يعني تحس البيض ما له طعم مره هذا لذيذ يا جماعه الخير انتم متصورين سحس واخيرا حيفل سحس حيفل هذه المفروض تخش التاريخ بعيدا عن اللقمه اللي هي ماي لقمه بس حيفل خليني اقول لكم يا جماعه الخير نحن فين نحن في مدينه سان واي ريزورت هذه مدينة مرة كبيرة فيها ثلاثة فنادق أول فندق عبارة عن 5 نجوم والفندقين الباقيين عبارة عن 4 نجوم بالإضافة إلى مدينة مائية جدا كبيرة يا جماعة الخير إن شاء الله حنقدر نغطي لكم هي اليوم كلها وحنفلها زي ما قال سحس معناه أنا شاكك في الموضوع بين لقمة وفلة ولما قال لي أنا بفل مرة انصدمت وهذا أول محتوى ينزل في القناة كله فلة لا مو كله فلة لا كله فلة لازم نوقف وناكل لا انت قلت لي لقمه هذه اللقمه خلاص بعدها كله فله ما في اكل لا 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 في اكل وغير المدينه المائيه الموجوده كمان في مدينه جافه والعاب وحديقه حيوان يا جماعه الخير وكمان يا جماعه الخير نشكر اير اريبيا على تقديمتهم لهذه الرحله ورعايتهم الجميله لولا هم كنا عشنا التجربه الجميله هم رتبوا لنا كل شيء مع سنوي ومع وزاره السياحه الماليزيه فشكرا وشكرا للتعاون مع الوزاره السياحه الماليزيه خلونا نصور ونستعمل الدرونات وكل شيء يعطيكم الف عافيه انا اشبعت يا جماعه الخير واطالب ننهي اللقمه يا ابني البرفيل طيب بس عبي انت ما تبي تقوم صح؟ ايوه ايش بتسوي؟ سلطان سلطان استنى استنى بس اكل؟ ايوه ايوه الحقني ايش الحقني؟ الحقني سلطان استنى استنى سلطان استنى هذه لقمة
هذه لقمة هذه لازم يعني ما شفت اللعب تخربها كل مرة تخربها شفت اللعب ده كله شوف كيف بطل معرق أنت خواب لا ما خواب والله خواب لا ما خفت أنا خواب. عندي أصول في الحياة بسم الله الرحمن الرحيم إيش ده فين الحماس قلناها أول مرة صح لا ما قلناها أيوة قلناها لا صبح ما نبغى كلنا نايمين طيب نقولها تاني أيوة مع فلة يلا وريهم طعم التايم أيوة كده الحين أمانة أنا استنى قبل الشحي لا قبل الشحي كيف الفلة فلة بس كذا ايوه بسط لي ست حلقات اقول لك فله حركت فلة. شويه من هذه ايش هي انا ماني عارف يعني هذه معكرونه بشاميل بسطبيطه قول لي وات از ذس ما في معلومه الله وده دجاج مع جبنه مع كاتشب معقوله في كاتشب واه معكرونه بالجمبري بطله لا والله لذيذه هو يعني احنا مره جعانين يوه مره لذيذ لا هذا مره لذيذ بالله كيف الالعاب ركبت السفينه او ركبت المقص ما ركبت السفينه ولا ركبت المقص اول ما قلت له قال لي انا ما لا اما لا انا كل الموضوع انه ابغى اركب دي الالعاب الخطيره مع زوجتي عشان لو خفت احضنها يا اخي انا احضنك يا اخي انت تحضنها ليش يعني تحس بامان لو هي حضرها انت حضنتها زي ما انتم عارفين انه ماليزيا تشتهر بالغابات الخضراء الكثير وجوها وطقسها الاستوائي وعاده تكون درجه حرارتها من 25 ل 36 خلال السنه واو كبت اكمل كمل اما بالنسبه للامطار فهي تتوزع بشكل اسمع حنخلص وحتطلع تلبس تيشورتي حبيبي ونصكم وفله قدام اصلا عليك يا يا ذيس از ماي فريند دقيقه ترى ويتكون الشعب الماليزي من ثلاثه انواع ترى انت عارف ثلاثه اعرق بلا صح ايوه ايش هما؟ هندي صيني ونيبالي ملايو شبعت؟ لا بس يلا فله امسك يلا طير ورا ضربني ما بفل معه
كانت فلة جميلة بصراحة. كان وقت اللقمة. لا هذه مو لقمة. هذا مو لقمة. هذا مو لقمة. هذا مرة مو لقمة. لازم اللقمة تكون زي. بس أنا جيعان ما عندي مشكلة. بس أنت فاهم اللقمة غلط. الفطور قلت لي لقمة نكبتني. الغداء قلت لي لقمة نكبتني. ودحين العشاء. الواحد كيف ينام؟ في كاتشب؟ أول شيء حسويه. السمك هذه بالة طحينة. انت لاحظت قال لقمه والسمكه هذه يبغى لها طحينه فاهم هي لقمه فاهم الموضوع غلط ما بالك لو هي مو لقمه لا 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 السمكه بطله دحين ححكيكم كيف صارت اللقمه دي يا واد انا ما عمري اكلت سمك حجبني برا السعوديه عشان اكون صريح برا السعوديه السمك لو ما جاء من البحر الاحمر ما احبه قاعد من فين عادي من هنا ماليزيا على طار الصحن يا جماعه الخير عشان تكونوا في الصوره احنا طلبنا لقمه من المطعم فالشيف يعني شوفوا نحن كتبنا 10000 سعره هو دحين فاجانا لا بلا دقيقه ابغى احكيكم هرجة مره مضحكه طيب فالشيف تابعنا في اليوتيوب فقال اوف هذول مفاجيع فراح سوى حياك الله ودخل لي الصحن الثاني اللي سويته لي انا ماني زعلان على الصحن حق سحس انا زعلان على الصحن حقي مسوي لي صحن اضخم من حق سحس تفضل بالله يا جماعه الخير قرب يا كاميرا طالع في انت بس بتاكل ولا ايه من ورا الكاميرا انت كيف انت ما هو سوى زياده ف طالع في الكادر ولا مو طالع يطلع ها بالله صور مسوي ده الصحن يعني هذا الصحن حق سحس احنا عارفين ما في مشكله مسوي ده الصحن لي انا ده لي انا انت شفتني في الفيديوهات انا اكل كيف بعدين لا جمبري واستاكوزا يعني مو اي صحن صحن متفجر انت منورتونا حبيت افتح بيكم انا شرف شيف احمد يجيب الصحن روح ودي الصحن وتعال عشان نعرف فيك قلنا لك لقمه تجيب لي نكبه يلا شيف احمد ايش خبراتك في الحياه وكم جائزه حاصل ما شاء الله الله يخليكم طبعا بلشت كل حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم هنا صح زي ما تبغى بعرف ايش شعور الطباخ لما يطبخ وياكل اكله لذيذ بتمدح نفسك ولا لذيذ والله لذيذ بالعافيه والله اكتبوا في الكومنتس فلة ولا لقمة تعال تعال ايه تعال من وين حضرتك ما شاء الله من وين طب تعال نقدر نصورك موافق قول موافق جنب الميكروفون وين هنا موافق يلا تعال تعال والله لا تندم جيعان ولا أنا مسوي تكميم مسوي تكميم بتفجر معاكم تدوب سمك بيدي تبغى سمك ولا لحم سمك سمك ترى يلا ديله من هنا لسه ما مسوي بيدي تبغى ولا تقرف لا اكل بيدك حبيبي جيب القرن الصغير والله انا ما اكل من يده ليش شو مسوي لا لا ماني مسوي شيء والله تعال يا قلبي يمه ايه انا لهريك اليوم اكل ايش بت جيب جمبري جيب جمبري ايوه زبطك جيب جمبري جيب حيا الله بقول لك جمب انت قاعد ايه تسوي لي كده كده والله خليك اليوم تعال يرحم امك شوف الجمبري كده تعال شويه انا يعطيك الف عافيه الله يعافيك حبيبي شكرا شرفتنا الله يخليك احنا عندنا قانون ايش هو اخش خش هناك خش خش عندي قانون في السعوديه ماشي اللي بيجلس معانا في الطاوله اللي دخول تعرف دخوله مو زي خروجه فانت جلست مو على اي كرسي هو هذا كرسي حق الضيوف دحين احنا نبى نشهرك انت جلست على كرسي على كرسي سوسو وكل الناس تحس بسوسو دلو انت بتقوم لا بجواز ايه بواصل عادي شو لا إيش؟ انت لازم تقوم اه لازم اقوم تمام بس لا قبل ما تقوم لازم تاكل قرن من وين جبتها محمود ماشي تبولي صح انت دحين متاكد انك حتاكل وما حيسبك شيء ولا شيء تتحمل المسؤوليه كامله باخذ واحد ثاني يعني.
جيب واحد ثاني، جيب واحد ثاني، جيب واحد ثاني. يلا احنا نحب هذه الحركات. الثاني وصل بدون ما تقول تونسي يا زلمه، ابن الهريسه. انا هريسه، ام هريسه. وهذا ممكن مع مع السمك. ماشي ممكن. تفضل تفضل. متابعينا، انت قلت وصلت سمك معاها، انت واحد ثاني. بطل تفضل تفضل تفضل. ابن الهريسه يا زلمه، شو مالك تونس انت؟ خذ قطعه ثانيه، خذ قطعه ثانيه. بس اخر واحد. ها اخر واحد. اي اخر واحد. ماشي. اي ماشي، خذ راحتك حبيبي، اكلك من يدك. لا هذا تفضل. والله ما غيرتها والله. ها لو انا اسمع بالله عليك طلب، لا تدعي علي في الحمام. لا والله ما يصير. والله خلاص روح. شغاله الكاميرا مان. والله شغاله. لقيته اللي جاب الفلفل. عرفتوش انت؟ ما لقيته. مين جاب لي هو هنا؟ انا اقول لك بس كلها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شكرا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. والله والله. شيف احمد. شيف احمد يعطيه الف عافيه. الله يخليك. جائزة. شيف نورتنا والله. حبيب قلبي نورتنا والله. شكرا شيف احمد. الله يخليك. شكرا شكرا. ها نظف الطاولة وارجع لكم. ترى This is my friend. الله خطير، شاي مغربي بنحبكم بزاف وبنموت عليك. يا ويلي يا ويلي، لا تصب شاي في حياتك نهائيا نهائيا، لا تصب شاي. يقولوا لو دقنا هذا الأم علي حنقوم لبوس راسه. لسه فاكر قلبي يديلك حنان يا حنان. خلينا نشوف. صدقني لا ما في. الله دوق. لا شوف شوف كيف، شوف كيف ابى الطعم. هذا حاطط حمص عليه. حمص ما اعرف. انا من عشاق الام علي فبشوف سحس اول. في ألز ولا في ألز؟ شوف أنا مزبد ما علي، في ألز من الأم علي هذه بس لذيذة، بس اللي أنا أكلته ألز. وكده نكون وصلنا لآخر حلقة، أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب وتشتروا حلقة في كل مكان. إيش بك؟ حابين نعطي شكر خاص لسانوي ريزورت للاستقبال الرهيب، الأكل الرهيب، الناس الطيبة بالصراحة يعني يستاهلوا صفقة. يعطيهم ألف عافية. يعني أنتوا شفتوا في الفيديو الريزورت يعني يشمل أشياء مرة كثيرة ما شاء الله. بالزبط. وحابين ندي شكر كمان خاص لإير أريبيا. بالضبط. كيف تقولها بالعربي؟ لرعاية هذا الفيديو. الفيديو. هم اللي خلوا هذا الشيء يسير. يسير. هم نسقوا، هم جابونا في طياراتهم، هم وصلونا لين هنا وتواصلوا مع سنوي. كل المعلومات هتلاقوها تحت، يعني اي تجهيزات اي رحلات تبوا تاخدوها تواصلوا معاهم حيظبطوكم كل شيء. وهذه كانت الحلقة اللي من جد نقدر نقول كان فيها محتوى فلة حقيقي، فاشكر سحس عشان اتنازل. لا تنسوا اكتبوا تحت لا مو لقمة. تحت مو تحت. اه صح. لا تنسوا علامة استفهام. لقمة او فلة او فلة. لا تنسوا تسووا لايك شير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات. كان معاكم سحس والسلطان. دقيقة 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 دقيقة، دي المرة خلينا اتكيت. والله مروقين ترى، كان مكروفين ولقمة هلكت أمي. لقمة لقمة لقمة. أسمع بالله 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 والله خلاص قفل باحترام. لا بالله بالله سعودية.